السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ محمد محمود. اخترنا اليوم تنفيذ مشروع بسيط بيحتاجه كل معلم ومعلمة في تنفيذ وسائل تعليمية وبانرات بتساعد الطلاب على فهم الدروس واستيعابها، وتكون طبعا بشكل لافت وجذاب للطلاب. ومشروعنا اليوم إن شاء الله هو تنفيذ بانر تعليمي بيلصق ما بين الدرج أو ما بين سلم الطلاب بالشكل اللي هنشوفه إن شاء الله ده مثلا. زي ما حضراتكم شايفين ده درج لطلاب في سنة دراسية. إحنا عايزين نسوي الدرج أو السلم بالشكل اللي أمامنا ده، يكون بيدي طبعا شكل جمالي للدرج، وفي نفس الوقت بيفيد الطلاب أثناء الصعود والنزول، بيثبت المعلومات عندهم، بيحفزهم على التعلم. ده الدرج قبل تنفيذ البانر أو المشروع بالشكل ده. طيب إيه المطلوب مننا؟ هنتابع مع بعض الخطوات عشان إن شاء الله نسوي الدرج بالشكل الجميل ده، وفي نفس الوقت إزاي نتعلم نعمل أي بانر بنفس فكرة الدرج. هي فكرة عامة وسهلة جدا إن شاء الله، وهنركز على خطوات معينة وبسيطة من خلالها نقدر نستخدم برنامج الفوتوشوب في تنفيذ الفكرة بتاعتنا. طبعا برنامج فوتوشوب غني عن التعريف، أدوب فوتوشوب CC 2017، ونقدر نحمله من أي موقع، ولو تعرف توصل لنسخة بورتابل سهلة يكون أفضل، وأنا هحاول إن شاء الله أنزل لكم على الديسكريبشن نسخة. بنرجع للوحة العمل أو اللوحة الرئيسية في برنامج الفوتوشوب. زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ مباشرة، نضغط على كلمة نيو إن أنا هبدأ أصمم مشروع جديد. أروح ناحية اليمين وأكتب العنوان، مثلا هنكتب إحنا نشاط activity، بنشوف هنا العرض اللي محتاجينه للبانر اللي إحنا هنسويه. طبعا أنا المفروض أول حاجة بعملها بشوف كم درج محتاج اسويه له بانر. مثلا نقول على سبيل المثال للحصر ان في عندي 10 درجات. طيب 10، العرض هنقول متر، والارتفاع هنقول العرض زي ما اتفقنا متر، والارتفاع هنا اللي بين الدرج والاخرى 10 سنتي، يبقى انا محتاج 10 في متر ده ارتفاع وعرض، في 10 بانرات، يبقى انا محتاج لوحة كاملة تكون 100 في 100. طيب يبقى انا كده اول حاجة محتاج انفذها ان اللوحة الكاملة تكون 100 في 100. طب عايزين نسيب هوامش بسيطة عشان يكون في مسافة للقص، نقول مثلا هنخليها 120 في 120. اخترنا الطول والعرض للبانر، ونروح للريزوليوشن او الجودة بتاعت البانر، نخليها 200 مفيش مشاكل، نخليها بيكسل على سنتيمتر. بنروح لنوعية الكالر المود اللي هنختارها، ونختار CMYK color، دي خاصة بالطباعة. لو حضرتك حابب تنفذ مشروع تنزله على مواقع الويب أو التواصل بتختار RGB. احنا محتاجين الـ CMYK إن احنا هنطبع. الخلفية بتكون بيضاء، وببدأ أعمل كريت. مباشرة بينزل لي المقاس اللي أنا اخترته. ببدأ على طول جهة اليمين، بضغط على باك جراوند مرتين بحيث يحول لي الجزء ده إلى لير، يعني طبقات. أي خطوة حضرتك بتسويها هنا دي اسمها طبقة، بيكون عبارة عن طبقات، كل طبقة فوق الثانية أو أعلى من الثانية، بحيث تقدر تسيطر أو تعدل براحتك في كل طبقة على حدة. هنشوف مع بعض إن شاء الله. خلاص اتفقنا على المقاسات اللي احنا هننفذها في البروجكت، وكل معلم حسب راحته، حابب ينفذ بروجكت واحد كامل، يحط صورة، يكتب كتابة تعليمية، أجزاء لماكينة، أجزاء لجسم إنسان، ويوضح عليها الأعضاء مثلا في قسم العلوم، وهكذا. احنا هنختار درج زي ما اتفقنا، وهنقسمه ل10 بانرات بحيث يتم قصه ولصقه بشكل مناسب. طيب احنا اتفقنا ان المقاس الصحيح هيكون 10 ارتفاع و100 سنتيمتر عرض. طيب عايزين نشوف الخلفية اللي هنرسم عليه. تعالوا نشوف مثلا الدرج اللي انا سويته
أي خلفية مناسبة حضرتك هتختارها هنستدعيها إزاي؟ هنروح على فايل، بعدين أوبن، بيفتح لك الفولدر بتاعك، هتختار أي خلفية بتكون مجهزة، فولدر خاص بالبانر أهو. جات لنا الخلفية اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها في مكان لوحدها. ونروح مباشرة نحدد الجزء اللي احنا محتاجينه. دي نقطة مهمة جدا، ازاي احدد شكل معين انا محتاجه واقصه واعمله عملية قص. يعني انا مثلا مش محتاج كل الشكل ده، او مش محتاج الثلاثة، محتاج واحد بس، فانا هقص، هقوم عملية قص الجزء اللي انا محتاجه واروح اوديه للبانر الاصلي. طيب عملية القص بتتم من خلال الأداة اللي أمامنا دي، الكويك سيليكشن، بضغط عليها بيطلع لي علامة زائد، بروح هنا فوق واختار بكبر الشكل أو بصغره حسب الشكل اللي قدامي. طبعا أنا مش محتاج أكبر، أخليها مثلا صغيرة، أوكي. وهنا بيكون موجب يعني داخلي وسالب خارجي، خليهم زي ما هي الموجب، وأروح أضرب بس كليك يسار على الشكل، هو مباشرة حدد الشكل. لو حضرتك شايف ان هو لسه محددش كل الشكل، بروح اضرب على جزء تاني، بضرب فيه برضو على جزء اخر لحد ما يتحدد معايا كل الشكل بكل بساطة. لو طلع مني بره شوية بروح اضغط على الماينس او بالسالب وبيرجع الشكل مرة ثانية. خلاص انا حددت الشكل، بروح اعمل سيلكت هنا وابدأ بدي علامة المقص، اسحب الشكل اللي حددته واروح بيه للبانر بتاعي الاصلي. الخطوة دي تنفذها على أي صورة تستدعيها وتقص الجزء اللي أنت حابب تقصه منها بالطريقة السهلة اللي إحنا قلنا عليها. البانر صغير شوية لأن الجودة عالية، علشان نكبر الصورة انتبه معايا أو نحدد مقاساتها، بروح لكنترول تي، كنترول تي حدد لي الأبعاد الصورة كاملة. طيب أنا عايز أكبر الصورة مباشرة، انتبه معايا، بضغط على شيفت ألت عشان يكون مقاس منضبط او احافظ على نسب مقاسات الرسمه او الشكل، وابدا اتحرك بيه لحد ما اوصل للمقاس المطلوب. احنا قلنا عايزين ارتفاع 10 وعرض 100، ده هنستخدم دي نصف يمين ونصف يسار، يبقى احنا عايزين 10 ارتفاع وعرض 10، اوكي عرض تمام، لكن الارتفاع 61 ازيد العرض، 61 اقل العرض شويه لحد ما يبقى 50، ممتاز. والارتفاع عندنا اصبح احنا محتاجين 10، خلاص 10 تقريبا. بروح على الاداة الاولى زي ما اتفقنا اللي هي الموف تول، واضغط عليها ابلاي، خلاص واضح الشكل بشكل جميل اهو. لو حابب اكبر عشان اتاكد من الجودة او اتاكد من الابعاد، بروح اختار من تحت الزوم، يديني الموجب، اتاكد ان موجب، مجرد ما اعمل كليك يسار بيكبر معايا الصوره، خلينا كده عشان تبقى الامور واضحه. خلاص يبقى انا كده اخترت اول حاجه عشان ارجع الماوس للشكل الاصلي، وابدا اضغط كليك على يسار على الصوره بحيث لو حابب احركها في مكان معين. احنا اتفقنا هنسيب 20 سم فمفيش مشاكل، وضع اول بانر. طيب انا اتفقنا ان احنا عايزين نعمل البانر كامل 100، ده 50، يبقى انا محتاج اخلي الجزء ده يروح الصوب التاني او اعمل له انعكاس زي ما هو موجود في الشكل. نجيب الشكل الرئيسي اللي احنا تم تنفيذ منه البانر عشان يكون واضح امامنا مثلا، ادي الجزء، نصف الجزء اليمين ونصف الجزء اليسار. او نستدعي الشكل الاصلي للرسمه، ده البانر اللي احنا طبعناه وقصناه وتم لصقه على البانر، بس اوكي. ادي الجزء اليسار وادي الجزء اليمين، يبقى احنا نرجع تاني لرسمتنا ومشروعنا. يبقى انا محتاج اعمل انعكاس. قبل ما اعمل انعكاس اعمل نسخ للشكل، كنترول الت يطلع لي الماوس من دوت، اسحب كليك، اعلم كليك يسار، اثبت يدي كليك يسار على الماوس واسحب لاسفل او اي اتجاه وارفع ايدي من على الماوس، خلاص عمل لي نسخه ثانيه. طيب انا عايز الجزء ده ينعكس الصوب الاخر، بروح على edit بعدين transformer،
بعدين بروح على روتيت 180 درجة، بيعكس لي الشكل بكل بساطة وكل سهولة. بحط الجزئين أمام بعض، السهم والكيبورد أضغط لتحت عشان يكون متواصلين خلاص. والبرنامج أصلا بيحدد لك إن هما انطبقوا على بعض. طيب ممتاز، ده الطول المناسب اللي احنا اتفقنا عليه 100 والارتفاع 10 سم. طيب انا عايز ابدا اشتغل، احط هنا مثلا صوره واكتب، بس ده هيتحرك الجزء ده هيتحرك الجزء ده هيتحرك. طب انا محتاج اثبت الجزئين يكونوا جزء واحد من اللاير هنا اللي قدامي الطبقات دي. طبعا فايده الطبقات دي لو انا حابب اخلي الشكلين دول شكل واحد، بروح اعمل اضغط على كنترول على الكيبورد واختار الجزئين دول. اول جزء اهو اللي هو layer 1 copy، والثاني اللي هو layer 1 خلاص، وكليك يمين بالماوس واروح على merge layers خلاص، اصبحوا الاثنين قطعة واحدة يتحركوا مع بعض في اي اتجاه. ممتاز، اثبت القطعة هنا خلاص وابدأ اعمل الخطوة التانية. ايه الخطوة التانية؟ ان انا اضع هنا مثلا لو حابب احط رسمة حسب كل معلم وكل تخصصه، واحط هنا التعريف بتاعها او المصطلح اللي يناسبها. ونفس الشيء الجزء الثاني اللي هو على اليسار. طيب تعالوا نختار الرسمه اللي احنا اخترناها مثلا، بنروح نفس الشيء اي حاجه حابب تستدعيها بتروح على فايل اوبن، بيفتح الملف اللي احنا اخترناه اوبن، بيديها لك في جزء تاني. انا خلاص الجزء ده مش محتاجه، زي ما اتفقنا بنعمل سيلكت عليها او بنعلم عليها عشان نسحبها من نصها. بنروح بنفس الطريقه الى ده اللي احنا قلنا عليها الكويك سيلكشن، ونضغط على الاجزاء الى ده اللي امامنا. ممكن نصغر شويه عشان ما يطلعش بره الصوره لحد ما يتحدد معايا الشكل الكامل. طيب الجزء ده محتاج تصغر اكتر عشان لو ضغطت وهو مسافة كبيرة هيعلم على الصورة كلها. برضو هنا الجزء ده لسه مكملش، اضغط عليه زي ما حضراتكم شايفين خرج بره، اروح على السالب وارجع في المكان اللي هو ده. كويس ان دي بتظهر معايا دلوقتي عشان ما تقفش امام حضراتكم. خلاص بتحدد معظم الشكل. ايوه بخلي طبعا حدود بعيدة كلها، ما يكونش في اي حاجة في النص عشان ما تتحزقش. باقي الجزء الامامي والخلفي برضه نصور شويه الشكل سايز، ونضغط على الجزء اللي هو الفضي، نضغط حاد يتعلم كله. ممتاز، اروح بعد كده اضغط على ده اللي امامنا واسحب الشكل زي ما اتفقنا، واروح على اللوحه بتاعتي وضع الشكل مثلا هنا، وبعدين زي ما اتفقنا كنترول تي عشان احدد حجم الشكل، وبعدين شيفت الت عشان احافظ على مساحة الشكل وتنسيقه. تمام خلاص، بعدين اقول له ابلاي، ظهر عندي الشكل اهو جميل واضح. حابب اكتب اسمه اروح على تي اللي تحت دي، بعدين اختار الكتابة في اي مكان خلاص، واكتب مثلا فايس في اي سي اي، واضغط كليك هنا صاحب الكلمة. حابب ادي اللايرز هي يا شباب الطبقات اللي احنا قلنا عليها اهي، اهي كل صورة انا استخدمتها او كلمة كتبتها موجودة في طبقة لوحدها اقدر اتحكم فيها. يعني مثلا الحين الطبقة المفعلة هي طبقة الفايس، يعني لو رحت ضغطت على اي حرف هنا هتتحرك معايا الكلمه في اي مكان. طيب عايز اكبر الكلمه ما ننساش كنترول تي حدد لي الشكل، وشيفت الت عشان التنسيق والتناسق بين الابعاد، واكبر الشكل بعدين اضغط اطلع خلاص، احط الشكل بشكل متوازي كده وجميل امام الاداه. تمام طيب نيجي لخطوة تانية بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، هنعمل الجهة الثانية. طيب انا حابب انسخ بقى عدد من الخلفيات دي، واروح زي ما اتفقنا اضغط على الخلفية خلاص هو حددها لي،
واعمل كنترول الت طلع لي سهمين واسحب لتحت. طيب انا مش عايز نفس اللون، عايز اغير اللون ده. انا اخلي مره بالازرق مثلا زي ما احنا مسويين عندنا البانر بتاعنا، مره بالازرق، مره بالاصفر، مره بالاورنج، مره بالاخضر، وهكذا. اروح رايح خطوه سهله جدا، اعلم طبعا على الشكل. خلاص من هنا يا شباب اختار. طيب انا عايز احدد الجزء ده، يبقى اروح زي ما اتفقنا نفس الفكره، اعمل تحديد للجزء اللي انا عايز الونه. اعدادات سيلكشن، وابدا احدد الشكل. كم شويه تمام، هو حدد لي الجزء اللي باللون اللبني. هبدأ أغير اللون. طب هغير اللون ازاي؟ هضغط على Alt Backspace الكيبورد. زي ما انتم شايفين غير اللون الموجود اللي هو على اليمين الأساسي عندي ده. طيب ممتاز، أضغط هنا فوق عشان أثبت اللون، وأروح على Select وأقول له دي Select. خلاص ثبت معايا اللون. طب الجهة الثانية عايزها مثلا باللون الأحمر أو درجات اللون الأحمر، نفس الشيء أعمل لها أعلم عليها أو أحددها بالكويك سيليكشن. خلاص البرنامج أعلم عليها وأختار أغير اللون، خلي زي ما اتفقنا اللون الأحمر أو الفوشيا ده، وأروح على Alt Backspace وأضغط هنا، وبعدين على سيلكت دي ممتاز. طيب عايز طبقة غير، يبقى كنترول الت واسحب لتحت. عايز دي نفسها، كنترول الت واسحب لتحت، كنترول الت واسحب لتحت، وهكذا. وابدأ نفس الفكرة، استدعي الصورة واقصها بالأداة اللي امامنا دي كويك سيليكشن، وانقلها هنا، واختار أداة الكتابة، وبعدين اكتب بكل سهولة. حابب اغير خلفية اللون برضه مفيش مشاكل، اضغط على تي واعمل اعلم على الشكل اهو، واروح هنا تغيير خلفيات للكتاب اهو. اوكي انا ايه غير لي درجة اللون. حابب اغير الستايل بتاع الكتابة نفس الشيء، فكرة تي، واروح هنا حسب ما حضرتك محمل الانماط للكتاب بالشكل ده مثلا، حابب اكتب بالشكل ده اعملها بالشكل ده. طريقة سهلة وبسيطة جدا كده، خلصنا شرح انك ازاي تنفذ او تصمم بانر تعليمي بالشكل اللي احنا شرحناه ووضحناه من شوية اللي هو بالشكل ده. هيظهر معاك البانر بكل سهولة وكل بساطة. حابب تطور، حابب تتعلم حاجة تانية، براحتك. وده كان الشكل النهائي للبانر بتاعنا، الدرج أصبح شكل جميل ومتميز، وبقى فيه فعالية فعلا، الطلاب بدأوا يستفادوا أثناء صعودهم ومنزلهم من عندك. أنا كده خلصت شغلي. لو حابب أحفظ البانر بروح على الفايل سيف از واكتب العنوان بتاع البانر بتاع الفايل، واختار من هنا الجي بي اي جي واضغط عليها، وبعدين مكان الحفظ من مثلا الديسكتوب واقول له سيف. هنا بيقول لي الجودة او الكواليتي 8. اوكي خلاص تم حفظ البانر. برضو احفظ الرسمة اللي انا صممتها في الفوتوشوب سيف اس، عشان لو رجعت اعدل فيها في اي وقت اقدر اعدل فيها. هنخليها بالفوتوشوب وفي الديسكتوب برضه، واكتب سيف. اوكي خلاص اتحفظت. تعالوا نشوف الرسمه بتاعتنا شكلها اصبح ايه. هذه الرسمه اللي احنا عملناها بنفس الجوده اللي احنا اتفقنا عليها، هتظهر في البانر بشكل جميل وواضح
تقدر تكبر زي ما حضرتك عايز. ان شاء الله بضع لكم في الديسكريبشن في الوصف موقع جميل جدا اسمه فري بيك، تقدر تحمل منه خلفيات جميله جدا وبجوده عاليه. لا يسعني في النهايه الا شكركم، اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.